من دبي معنا الدكتور نادر ياغي، أخصائي برمجة أعصاب. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا كيف يمكن إبراز الجانب الإيجابي من الألعاب الإلكترونية التي تحظى بسمعة سلبية نوعا ما، من أكثر من كونها إيجابية خاصة على الأطفال؟ نعم، الآن إحنا دائما بنقول للأطفال أو حتى لغاية سن المراهقة في بعض الأحيان ما عنده قدرة على اتخاذ القرار، فنحن بنقدر من البرامج التعليمية، بالعكس في برامج تعليمية جيدة جدا، ومنها في برامج بتكون بنسميها يعني برامج كوميدية، برامج لها علاقة بالألعاب ولكن فيها معلومة جيدة للطرف الآخر، بتساعد على تنمية الذكاء. في منها برامج إنه ممكن تساعد فيها على إن إحنا نعمل حاجة اسمها الإبداع الكرياتيف. نعم. في نفس الوقت هي نفس الخاصية، نفس الطريقة اللي أنا بقدر أشتغل فيها على العقل اللاواعي، التحفيز، إحنا بنسميه روح المغامرة. يستطيع الشخص المبرمج هو نفسه هذا، إذا كان للأسف مريض نفسي أو عنده أغراض تجارية، إنه يحول هذا الطفل أو المراهق إلى آلة حادة، إلى شخص ممكن يصل معاه إلى اضطراب، يصل إلى انتحار، يصل إلى أشياء كثيرة جدا. ففي جميع الحالات أنا بقدر أستخدم الطرف الآخر، أنا بسميه نوع من أنواع غسيل المخ، في بعض الأحيان يصل الإنسان لإله نعم من غير ما يستوعب. تفضل. دكتور نادر، النقاط الإيجابية التي يمكن أن تبرز من الألعاب الإلكترونية هل يمكن أن تنطبق على جميع الأعمار، مثلا البرامج التعليمية والكوميدية التحفيزية وروح المغامرة اللي ذكرتها حضرتك؟ طبعا تنفع، بالعكس هي يعني شوفي انا دائما اقول لازم افهم الوقت اللي بيجلس عليه الطفل المراهق او الكبير، حتى الكبير. احنا انا لا انسى في يوم من الايام كان عندي اني عاوز اسرع عمليه الكتابه على الكيبورد، فكان في برنامج جديد جدا زي كانه اشياء تسقط من الفضاء بنفس ارقاء الحروف، ولكن هي معموله بطريقه احترافيه انه تمشي مع الاي سي دي اف والترتيب الحروف جيدا، فساعدني سريعا لانه كانت لعبه، ومنها بالفعل ايدي اصبحت سريعه شوي على الكيبورد. نعم. فاي شيء ممكن، بس هي شوف النقطه وين سيدتي. الفكره من البرنامج والهدف دائما هذا هو المقصود منه. هل انا بعمل لعبه مثلا، لعبه للورق، لعبه شده، لعبه اشياء زي هيك فقد الترفيه، خلاص فهمت. لعبه فيها عنف، فهمت انا ممكن حوصل مع الشخص الاخر عنف. دائما المفهوم تبعي عاوز افهم ما الغرض من هذه اللعبه، اذا نعم. كانت العاب جيدة أو تصل في الآخر بتنمي الأفكار كلها، بالعكس قوية جدا، تستطيع أن تصل وتسيطر على الطرف الآخر بغض النظر إذا كان عمره سنتين أو حتى عمره 77 إلى 80 طيب تقدر دكتور، تسيطر عليه. تفضل. المدة الصحية للعب بتلك الألعاب سواء كان للأطفال أم للكبار؟ الآن هي المدة لازم تكون مدة قصيرة، يعني المدة ما بينفع، حتى لو كانت لعبة صحية، حتى لو كان الأب والأم شافوا هذه اللعبة وجدوها أنه لعبة جيدة، أنه فيها معلومات دينية أو معلومات علمية أو معلومات جغرافية، مهما كان، لأن أنا في الآخر عندي مشكلة في التواصل مع هذا الجهاز، لا أريد أن يصل العلاقة بيني وبينه في العالم الافتراضي والعالم هذا فترة طويلة. وحتى الكبار في السن، بالعكس أنا في بعض الأحيان أبحث، إحنا في الكبار في السن بنحبهم يشتغلوا على حاجة اسمها الكلمات المتقاطعة، الأشياء اللي هي فيها بتشغل الذاكرة تبعتهم على المدى الطويل. للأسف ما وجدت حتى اليوم أنه في شركات أو برامج بتعمل مثلا كلمات متقاطعة موجودة على البرامج اللي هي احنا بنسميها اللوحية أو الكمبيوتر، موجودة فقط على الورقية، ولكن هذه فكرة تساعد، يعني في أفكار كثيرة جدا تساعد على تنمية الفكر، وبالعكس تبعد على الأشخاص الكبار في السن عن موضوع الخرف والأشياء هذه كلها. مدة قصيرة نتحدث هنا دكتور، عن ساعة مثلا، ساعتين خلال اليوم أم أقل من ذلك أم أكثر؟ لا أنا الآن إذا كان مادة تعليمية طبعا أنا بترك المجال توصل لبعض 4 ساعات، أنا في عندي بعض المدارس أعرفهم وبجلس مع أولادهم نعم عندهم بيجلسوا 4 ساعات، لكن إذا ألعاب فقط أنا لا أسمح بأكثر من ساعة إلى ساعة ونص إذا كان أنجز كل واجباته ويستاهل، لكن إذا هم بيخافوا أنا بعطي بس لمدة 40 دقيقة ماكسيمم ساعة. نعم إذا شكرا لكل هذه النصائح. حدثنا من دبي الدكتور نادر ياغي، أخصائي برمجة أعصاب.